السلام عليكم مرة ثانية. بدأ تسجيل المحاضرة. محاضرتنا اليوم جروب A، جهاز الإلكترونيك بالانس، البارت الثاني وشوية من العملي. المحاضرة اليوم ما راح تكون محاضرة بها عملي مثل كل مرة، لأنه صراحة جهاز الإلكترونيك بالانس جهاز مو maintainable يعني بسهولة، جهاز يحتاج سيرتيفايد انجينير حتى يسوي له مينتننس، وبي سيل ما يسمحون لاي واحد انه يسوي له صيانه. فراح نكمل الاوراق اللي باقيت لنا من محاضره النظري ونشرح شويه وياها عن العملي. الامتحان اللي بعده شنو عندكم؟ قياسات دكتور. قياسات دكتور عملي. قياسات عملي. مالتزم هي دكتور. نعم دكتور. يا استاذ ياخذكم. ست انعام. ست انعام. ست انعام. ماشي تمام. خلي اللي باقي لنا ان شاء الله فتشي بسيط حتى نلحق نخلص قبل الامتحان، حتى انا مود تقدرون تقرون او تراجعون الى اخره، او تلاقون تسوون جروب على مود تغشون، نفس الفكره. البالانس بروتوكول. البالانس بروتوكول هي يعني بروتوكول شلون نسوي عمليات الوزن. فهنا ندي هايبوثيسز يعني افتراض، يقول لك اكو اربع موازين بالمختبر، والاستاذ او المسؤول عنك طلب من عندك انه توزن فد شيء معين، فأنت راح تسوي التالي. طريقة القياس هي القياس بالاختلاف. القياس بالاختلاف بالعادة من أكو أحد عنده ميزان مع الأكل بالبيت، هذا الميزان الدقيق اللي يسوون به الوجبات الغذائية. أكو أحد هنا مسوي دايت مع المسلز وعضلات والسوالف. أحد بيكم داخل قاعة مع الحديد؟ أي نعم دكتور. أي سجل زين وسجاد. ايش توزنون بي زيد وسجاد؟ توزنون بي وزن الدجاج قبل لا تسوون الوجبة؟ اي سجاد بالغرامات تقيس؟ بالغرامات. شو تقيس سجاد انت دكتور؟ وزن الاكل. وزن الاكل جيد. شلون تقيسه البروسيجر مالتك انت، اجراءاتك شلون تقيس؟ هسه قدامك ميزان وتقيس بي قياسات. اي سجاد والله بي قياسات. دكتور جاوب دكتور. هو احنا دكتور نطلع على الانترنت مثلا الدجاج ايش قد عدد السعرات الحراريه اللي بيه، الكربوهيدرات بالنسبه للوزن، نضربه ونطلع الناتج. تمام. شوف ايش قد مثلا نحتاج جسمنا بروتين، ايش قد كربوهيدرات. حلو. كل يوم هل قد عينه ناخذ، وبالايام طبعا اللي نروح بها للقاعه، مو كل ايام عندنا ما نروح، بالايام اللي عندنا نروح بها للقاعه ناخذ بروتين اكثر قبل ما نروح، تقريبا قبل نص ساعه. عاشتيدك عاشتيدك زين. هسه انت شرحت لنا فت خطوات جدا مهمه من القياس، بقت خطوه واحده، شلون تخلي ماده القياس على الوزن على الميزان دكتور؟ هو مثلا قطعة الدجاج نخليها على الميزان بس. مباشر؟ أي مباشر. عندك غير طريقة؟ يعني الدجاج عادة راح يزفر لك الميزان. والله بعد ما أعرف أني زهراء؟ لا دكتور. زينب نصفر الميزان. زينب شلون نصفر الميزان زينب؟ هو دكتور نصفره يعني خليه على الصفر. أوكي حلو. بعد أكفر خطوة إضافية نسويها. ما شايفين أبو الميزان مال المخضر شلون يوزن؟ إبراهيم صوتك بيقطع. أستاذ يحط الكيلو والكيلو وين بالكفة الثانية؟ اوكي اوكي. هسه لا، الاغلب الموازين اللي عندنا بالبيت موازين الغذائيه هي موازين الكترونيه. اللي قاله زيد جدا مهم، انه احنا طلعنا الديتا شيت اللي هي الفاكت شيت يسموها بالغذاء، او الديتا شيت بالمواد الكيميائيه، نطلع ايش قد نحتاج وايش قد نحتاج وزن وايش قد بي بروتينات والى اخره. هي نفس الفكره
يسووها جماعة المحاليل، يخلون ايش قد يحتاجون، يجيبون الداتا شيت مال المادة، الوزن النوعي والى اخره من هالشغلات هاي، وياخذون ويوزنون اللي يريدون. زهراء او اعتقد واحده من البنات ذكرت انه لازم نصفره، لازم نصفره، فشيء جدا مهم انه احنا اول ما نشغل الجهاز ندوس للاون، ننتظره يصفر يقرا الزيرو، هاي جدا مهمه حتى بالاناليتيكال بالانس، انه احنا نخليه يصفر، ندوس الاون وننتظره وورم اب يسموه، يسوي احماء، يصفر نفسه يقرا الزيرو مالته. النقطه الثالثه والاهم اللي هي انه احنا ما نحط الدجاج يا زيد راسا على الميزان، الميزان راح يتوسخ بهالحاله هذه، نخلي ماعون ونقيس وزن الماعون، ماعون طبق اي شيء عندك في اللينه اي شيء، تخليه تقيس وزن الماعون، بعدها تحط الدجاج على الماعون، راح تقيس الفرق ما بين الوزن التوتال ناقصا وزن الماعون يطلع لك وزن الدجاج. هاي طريقة القراء بالدفرنس بالفرق. فاحنا اللي نسوي انه بعض الاحيان عندك اما تقيس وزن الماعون لنفرض 100 غرام وتحط الدجاجة 200 غرام يطلع لك الوزن التوتال 300، 300 ناقص 100 200. او نصفر على وزن الماعون، نخلي الماعون ونقول له هذا الزيرو مالتك. بنفس الفكره المايكرو كنترولر اللي بداخل البورد راح يصفر على اساس الماعون وراح يقرا ما بعد وزن الماعون اللي هي ال 200 غرام اللي راح نحطها من الدجاج. مو زيد لو موضوع نعم دكتور. نعم بس انا ما اخلي ماعون دكتور هيك يعني عادي. لأنه هو يمسح عادي. أكيد أكيد هذا الشيء شوية بالمحاليل الكيميائية ما نقدر نخلي المادة مباشرة على الميزان، لأن المواد الكيميائية هي مواد ممكن أجرسيف، ممكن مواد تتفاعل مع مادة شو اسمه، وبالتالي شلون حنشيل المادة من بعد ما نقيس؟ الموضوع يصير صعوبة. تخيل أنت حاط باودر تعلم الباودر وأنا ما تخلص الموضوع يصير صعب، أو أنت حاط سائل شيء مستحيل، فنخلي بيكر او نخلي فد ديش طبق نخلي بيه الماده، وبعدها اول شيء نوزن الطبق، وبعدها نخلي الماده ونقيس الفرق ما بيناتهم. فهذا يسموه الوينج بروتوكول اللي هو شلون بدنا نقيس يعني، او البالانس بروتوكول او الوينج بروتوكول. يقول لك غالبا انت راح تقيس بالاختلاف. In most cases you will be weighing a powdered solid. انت باغلب الحين راح تقيس باودر، وزن باودر. حتى تقيس الباودر اول شيء تجمع كل الشغلات اللي تحتاجها، الكونتينر اللي راح تحط بها الباودر، السكوبولا او السباتشولا اللي راح تشيل بها الباودر، الديتا شيت مثل ما قال زيد احنا نشوف الديتا شيت مال الدجاج ايش قد بيه بروتين والى اخره، لا هاي الديتا شيت مال الماده، تاخذهم وياك لحد الميزان، تخلي الكونتينر اللي تريد تقيسها تقيس وزنها وتسجله، تقيس وزن الكونتينر الفارغه، بعدين تحط تشيل الكونتينر طبعا من الميزان، تخلي بها المواد اللي تريد تقيسها وترجعها على الميزان، تشوف اذا اكثر تشيل بالسباتشولا شويه، طبعا ايضا تشيلها من الميزان، تشيل بالسباتشولا شويه تريد ترجعها على الميزان، تشوف ايش قد وصلت انت للدرجه اللي تريدها او للوزن اللي تريده. الزايد طبعا ينذب ما يرجع بالكونتينر الاصليه، واذا قليل لا تضيف بعد، واذا سائل فانت عندك البايبت او المايكرو بايبت، شايفيها البايبت اخذتوها اعتقد بالكيمياء السريريه او اي بالبايبت الالكترونيه، تاخذ تشيل السوائل وتخلي على الطبق اللي راح تقيس وزن الماده من خلاله، وطبعا تسجل ريكورد يعني وياك فد ورقه وقلم تسجل بيها ايش قد انت الوزن اللي طلع لك، ايش قد وزن المحلول، ايش قد وزن الطبق اللي خليته الى اخره، اذا اكثر شيل الزايد، اذا اقل رجع الزايد والى اخره. هذا هو القياس بالاختلاف. او في بعض الاحيان احنا نحط
into a pre-weighted container. Pre-weighted container يعني container قياسه معروف. هاي الكونتينر وزنها 10 غرام. فبدون ما نقيس، بدون ما نخلي، احنا بس مجرد نحط بها المادة ونخلي. طلع عندنا 12 غرام، معناتها وزن المادة 2 غرام. هاي يقول لك اهم شيء انه ما ترجع الزايد للخزن. البالانس اتيكيت، اتيكيت هي اتيكيت يعني شلون احنا نتعامل ويا البالانس. هي صراحة يسموها بالانس كير اند مينتين. مينتين مو مينتيننس، مينتين هي شلون نحافظ عليه لاطول فترة ممكنة بدون اعطال، مينتيننس هي صيانة العطل. فيقول لك الاهتمام المناسب بالبالانس جدا مهم حتى يبقي شغال. As a balance user، بما أن أنت مستخدم للبالانس، عندك you have a vital role، يعني عندك وظيفة جدا مهمة حتى تحافظ maintaining، تحافظ على الميزان. أهم شغلة هي تسويها أنه تحافظ على الميزان من surrounding area. أول نقطة يقول لك بالموازين التحليلية لازم ينحط بمكان بعد ما ينشال من عنده، لازم ينحط بمكان ما يمه شغلات حركة هواي وكل شوية واحد دافرة وما أدري شنو. الميزان جدا غالي، راح أشوفكم فقرة وأنتم تخيلوا إيش قد الميزان غالي. لازم ما يمه سوائل، ما يمه حرارة عالية، ما يمه برودة عالية، مو قدام التيار مال إير كونديشن يذب عليه هواء ويبرد ويحتار والى اخره. لا، لازم في مكان مناسب، مكان ما يجي كل واحد شويه ويطخ بسهوله. ثانيا لازم يسووا له بالانس، يعني توازنوه بفقاعه هوائيه. لازم هاي الفقاعه الهوائيه تكون بالمنتصف بالضبط حتى نوازن الميزان، ما يكون يتحرك، لازم يكون ثابت تماما، مو كل شويه يتحرك يمنى ويسرى وتحط كرتونه جوا، لا. هاي فقطين. والثالثة اللي هي التنظيف. التنظيف جدا جدا مهم للميزان، لأن مرور الوقت الأتربة، المواد اللي توقع عليها، السوائل، هاي السوائل والمواد، أما مواد كيميائية خطرة راح تأكل من وزن البان، يعني تهرش البان، أو راح تضيف لنا وزن وتغير وتسوي لنا وتسبب لنا مشكلة بالقياس. احنا انا اقول لك لما تنتهي اشمر المواد الزايدة والى اخره بسلة النفايات. وين وصلنا؟ وصلنا احنا يقول لك clean up solid spills. لما اذا وقع فد شيء من الباودر على الميزان نظفه بفرشة، بعدها طبعا تمسحها بوصله وشويه صابون. واذا سوائل ايضا انتبه اذا سوائل خطره او لا، وايضا امسحها الى اخره. هنا اعطال general features، general faults of balance. صراحه هالاعطال راح ناخذها بشكل سريع، هي مو اعطال حقيقيه. ماكو ضوء، معناتها ماكو باور سبلاي بالضوء، عطل بالضوء، دامج بالفيوز، هاي ممكن، هذا ممكن عطل حقيقي، دمج بالفيوز. اون اوف سويتش هم ممكن عطل حقيقي. لايت باب ازديارتي، يعني هاي مو كلش. دمج ان ترانسفورمر، يعني هو مو بالترانسفورمر، خلينا نقول بالباور سبلاي، باور سبلاي بورد، عاده يسموه بي اس بي، باور سبلاي بورد، هذا ممكن يكون عطل بي. الترانسفورمر انبوت الى اخره، يعني يقصد ان الفي انبوت اقل من ال الفي required، يعني الفولتية مو زينة مال الكهرباء، فلازم طبعا نحط له power supply، هو كلش حساس من ناحية الفولتية. الضوء ضعيف، هاي يعني فتشي هيجي ما له علاقة. ال optical faults، الأعطال البصرية، ضوء موجود بس شادو إلى آخره، مايكرو هيج. هاي هيج. هنا هاي أعطال ميكانيكية، هاي الأعطال أوكي صحيحة.
losing the sensitivity especially with lightweight. Sensitivity هي شنو؟ هي مقدار التغير بالوزن delta weight. يعني لو خلينا عليه وزن 1 غرام ولو خلينا 1.001 غرام ما راح يتحسسها، فهنا عندنا فقد السنسيتيفيتي مالته. بالحالتين هو يقول لنا هذا الوزن هو 1 غرام. Carrying weight more than the capacity of the balance. هنا أنا هذا مشكله يسموها الاوفرلود. بالاوفرلود الميزان يتحمل 100 كيلو، احنا حطينا عليه 120 كيلو راح نسبب دمج غير قابل للارجاع، راح نسبب له ضرر. هذا الضرر نقدر نشوفه قدام عيننا بالموازين الميكانيكيه ام سبرينج اللي هي النابض الحلزوني وغيرها. من هو يتحمل وزن 50، من تحط عليه 70 كيلو السبرينج راح يتمدد الى درجه انه بعد ما يرجع مثل قبل. الالاستيسيتي كلها تروح وبعد ما يرجع مثل قبل، فراح نفقد دقه الميزان وراح يصير مشكله من مشاكل الاوفرلود. نفس الشيء بالالكتريكال ممكن يسبب دمج للليفر للسنسرات والى اخره. Wrong dealing with the balance and adjustment. صراحه هاي يسموها bad calibration. Bad calibration. Damage of the levers هي هاي الرافعه او العتل اللي تقعد عليها البان، هاي صار بها كسر. Wrong dealing with the balance للمره الثانيه هاي ما نحتاجها. Very long using of the balance. هنا مو bad calibration، هنا يسموها no calibration. هنا بالاستخدام المطول بعد فترة طويلة نحتاج نسوي calibration للجهاز، طبعا هو يحتاج يسوي له كل فترة. بس إذا استخدامك مطول أنت تتقصر من عمر الجهاز، تزيد من حرارة الأجزاء الداخلية، يفقد المعايرة مالته بمرور الوقت، فلازم نسوي له calibration. الملزمة انتهت لهنا، بس خلينا نجي شوية نحكي عن شغلات إضافية من ناحية الصيانة. من ناحية الصيانة أهم فقرة اللي هي دائما نسويها قبل أن نحكي عن الصيانة، خلينا نشوف هذا الجراف بشكل سريع. هذا analytical balance، هنا هذه البان، هاي البان، هاي الليفر العسلة. هنا أنا قلنا لكم هذا مصدر الضوء اللي يعطي ضوء، وهنا الديتكتر اللي يستقبل الضوء، وهاي البان تقطع مرور الضوء في حالة التوازن وتسمح بمرور الضوء في حالة عدم التوازن. هنا أنا هاي القوة الالكترومغناطيك سيرفو موتور اللي هو القوة الكهرومغناطيسية اللي ينعكس بها قوة وزن الجسم حتى نوصل، هي مغناطيس وإلى آخره. وهنا مايكرو بروسيسور وشغلاته ويطلع لنا على شاشه بهالدقه. هاي هيك فشي كان سريع تذكير بالعمل الاناليتيكال بالانس. انا نسد واضحه البرزنتيشنات ويمكم طلاب؟ نعم دكتور واضحه 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 دكتور. زين هذا واضحة. هو الداخل مال الاناليتيكال بالانس، هذا من شركه اي ان دي. اذا تشوفون غالبا هي بوردات، والبوردات هذه غير قابله للصيانه. هتقولون ليش قابله للصيانه؟ شنو ما نريد نتعب نفسنا ونشتغل؟ لا، مو ما تتعب نفسك، هذا يسموه سيلد، هذا مختوم. الميزان المختوم يعني بس تفك الختم مالته اعتبر هذا الميزان راحت قيمته وانتهى النوع مالته. شلون تشوفون هذا الشيء قدامكم؟ بموازين اهل الذهب. موازين اهل الذهب تجي شركه العامه مال القياس والسيطره النوعيه، شركه اتذكر هيك اسمها، التقيس والسيطره النوعيه، هي هيئه او شركه ما اعرف. هيئه التقيس والسيطره النوعيه تعاير هذا الميزان، تسوي له كالبريشن. عندها قلنا لكم الموازين الستاندر العالمية اللي موجودة بكل دول العالم، عندها نسخ من عندها، تقيس هذا الميزان تشوفه كالبريتد لو لا، أو تسوي له كالبريشن وتختمه وتحط له لزقة عليه. هاي اللزقة تنشك طبعا من تفتح الجهاز،
معناتها هذا انكسر السيل مالته، معناتها هذا الجهاز بعد ما نعترف بقراءته. فاللزقه هاي السيل تجي من الشركه وتجي من هيئه من التقيس والسيطره النوعيه، تخبرك انه هذا الجهاز قراءته حاليا دقيقه. اذا هاي اللزقه ما موجوده او هاي اللزقه انشقت، معناتها احنا بعد ما لنا علاقه بقراءه الجهاز. اللي لازم يسوي صيانه الجهاز، اما سيرتيفايد انجينير ماخذ تريننج كورس يعني من الشركه المصنعه نفسها، او الشركه نفسها تسوي صيانه. لان اي تصليح بذن البوردات، اي تصليح او صيانه بذن البوردات، احنا ذا نجازف بخطر تغيير القراءه، انه احنا ممكن ده نغير قراءه البورد، او ممكن احنا ده نتلاعب بالبورد، متفقين ويا ابو المحل ويا ابو الشركه ده نتلاعب بالبورد، نبقله بالوزن اجزاء الاغرام على اجزاء الاغرام، بنهايه الشهر يطلع له فد 10 مثاقيل ذهب اضافيه بجيبه. فهذا الشيء غير مسموح به. التعامل مع الموازين جدا مهم وجدا دقيق. هاي الليفر الداخليه، هاي العتله، هاي العتله اللي قلنا لكم عليها، هنا تقعد البان وباور سبلاي بورد. بالتاكيد باور سبلاي بورد هاي ممكن اعطالها تكون بسيطه. هنا عندنا شيلد على المين بورد يحمينا من النويز الخارجي، شاشه ال سي دي تعطينا العرض اللي مال الوزن اللي نحتاجه. وهاي خلينا نشوف شويه ننهي المحاضره حتى على مود امتحانكم. هاي الموازين المعياريه، الموازين المعياريه، فمثلا وزن واحد 2 غرام من الكلاس صفر سعره 294 دولار. هذا الوزن تعاير به، تسوي كالبريشن. ده تشوفون ايش قد غالي، ومع العلم هو وزنه 2 غرام. ليش؟ لان احنا راح نحتاج سيت كامل محفوظ بعنايه مع جفوف، ولازم ما نلمسه بايدينا على مود بصمه اصابعنا لها وزن، الدهن اللي بايدنا لها وزن، لازم نلمسه بجفوف وملقط ونخليه على الميزان ونعايره كل فتره، ننظف الميزان، ما نحط اوفرلود، نخليه يحمى، نخليه بمكان مناسب، ونسوي له كالبريشن كل فتره. هي هاي الصيانه والمينتين، عفوا، هي هاي المحافظه على الميزان يعمل بشكل جيد. لهنا انا خلينا ننهي محاضرتنا وياكم، عندكم امتحان. خلينا ننهي التسجيل، ناخذ حضوركم. اي احد عنده سؤال او استفسار خلي يقوله قبل ان ننهي المحاضره. اكو احد عنده سؤال؟ زين العابدين، طفر من المحاضره قبل لا اسجل حضور، عشتي ده. الميت يسجل حضور دكتور؟ نعم؟ الميت يسجل حضور؟ اي مسجل حضور، بس ضافنا اضافه ثانيه حتى نسجل بها الحضور لاخر لحظه. ستوب ريكوردينج انتهت.